للفقيد الرحمة. بعد ما فريد شوقي بيطلع من التربة اللي كان مدفون فيها بيسند على العربية دي وهم بيجروه بالعربية، بس بيبان بشكل واضح ان ده مش فريد شوقي وان ده الدوبلير بتاعه واللي هيعمل بعدها على طول مشهد الجرجرة. غالبا قالوا بدل ما نجيب فريد شوقي على الفاضي علشان يعمل بس الحتة دي، فالدوبلير اللي هيتجرجر يعملها بالمرة. متحف الشمع، اسماعيل ياسين وهو ماشي في اللقطة دي بيبان عليه خيال المايك. للفقيد الرحمة، بعد ما بيضربوا فريد شوقي وبيفتكروا ان هو مات بياخدوه في العربية علشان يدفنوه، وهم بيطلعوا من العربية اللي كانوا حاطينه فيها بيبان خيال المصور على العربية بوضوح. ده ديسنت، البيت اللي بتاعته اللي انا شفت نور الشمس عشان كانوا محبوسين جوه الكهف يعني. فالمهم ان البنت التانية بتتزاول وبتقع، بس وهي بتقع بيبان الواير اللي بينزلوها بيه علشان تبان انها بتقع. عادة لينتقم في اللقطة دي بتاع تحضير الارواح، بغض النظر عن خيال الكاميرا اللي ظهر وجبناها قبل كده، لما الكاميرا بتيجي على الشمعدان اللي على السفرة بنلاحظ ان في شمعة مش متولعة وبيبان انها مش شمعة اصلا، ده لانها في الحقيقة فعلا مصورة وهتطلع لها كمان شوية. ايوة بالظبط كده. غرام وانتقام بالسطور، بعد ما بتطلع من التربة وبتروح تخوفه بتتسلق على الشباك وبتخليه يشوفها، بس الشقة هنا باين انها اول علوة على الاقل، ودي من البيوت القديمة لما كان الدور منهم يتفك من الدورين بتوع دلوقتي. لكن لما بنيجي نشوفها طلعت ازاي على الشباك بنلاقي ان الشباك ده في الدور الارضي. فريد متحف الشمع، شوفوا اللقطتين دول وحاولوا تعرفوا فين الخطأ. الحفرة اللي عملها عبد الفتاح القصري كانت غويطة عن كده بكتير، لكن لما اسماعيل ياسين طلع من الحتة اللي دفن فيها بيبان ان هو كان على السطح وانه حتى مش متغطي بالتراب. غرام انتقام بالسطور، واللي خد باله من الخطأ ده وعدهن سعد الجندي. اسعاد يونس لما بتطلع من التربة اللي مدفونة فيها ما بيبقاش في حاجة على وشها وهدومها بيبقى عليها شوية تراب بتنفطه، لكن لما بتيجي ترجع البيت بنلاقي ان شعرها ووشها وجسمها كله متلخبص بالطينه. احلام حقيقيه، الخبر في الجرنان عن قتل رجل امن، لكن باين في تفاصيل الخبر انه عن واحده بتبيع مخدرات. ايميلي روز، النحل ما بيعملش عش من الورق، ده عش دبابير مش نحل، وكمان باين ان الدنيا تلج في المشهد ده فما ينفعش اصلا نلاقي عش. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان، ولو دي اول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.